شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر TV أو نحن وعم نقرأ بالتخت أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحيالة محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه $88 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما يكون إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. من زمان طناجر الضغط بيسهلون لحياتنا وبيطبخوا بسرعة، وهدول الطناجر أهين وأسرع طريقة للطبخ. هيدا السات مؤلف من طنجرتين، واحدة 9 لتر والتانية 6 لتر، وفينا نستعملون اتنيناتهم كطناجر ضغط أو كطناجر عادية، لأنه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي. مثل ما شايفين فيكن تبدلون على الطناجر بهذا الشكل، مصنوعين من ستانلس ستيل 18x10 ومسكاتهم بيك لايت، يعني ما بيحموا ابدا. هالبريس كوكر مكفولين وبيريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم اثنين ب $139 بس. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قدام نعطي الهم، بس بدنا نقطع شيء بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان. بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقصلنا حيالة شغلة بدنا إياها بثواني. بقص 10 مرات أسرع من الطريقة التقليدية، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذرة، بطاطا، جبنة، دجاج واللحمة. كوب إكسبرس مزود بروستور لتسريع عملية القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا لنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا على الواحد $24، على الاثنين $30. تصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قدام نتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، وأوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع إيربيلو ما بقى نعطل هالهم لأنه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون ميكروبي، بس نحط راسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إيربيلو مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر. وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يطوروا أو يزيدوا، كما أنها بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. إيربيلو فيكن تحصلوا عليها ب $26 بس وين ما كنتوا بلبنان. ما عليكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. مين منا ما بحب مفروشاته وسجاداته، خاصة طيب ونضاف ومرتبين. ديتاش إكسبرس مسحوق واحد ووحيد رح يريحك من كل هالمسائل والبقع يلي برأيك مستحيل تروح. ديتاش إكسبرس فينا نستعمله للغسالة على الإيد، وفينا نرشه بخاخ. طريقته كتير سهلة على البقع، فاتر، زيوت، شو ما كانت كله بيختفي مع ديتاش إكسبرس وبسرعة. فينا نستعمله على الموكات، على السجاد، على الشراشف، على الكنبيات، فرشة التخت، وأكيد على التياب، حتى الحرير. مواصفاته فرنسية، وأهم شغلة إنه كمية صغيرة قادرة على إزالة عدد كبير من البقع وبثواني. بنظف كل شيء، والميزة الأهم إنه بحافظ على نضارة الألوان. ديتاش إكسبرس هو كيلو بيضاين مدة كتير طويلة، وفيكن تحصلوا عليه ب $40 بس وين ما كنتوا بلبنان. ما إلكن إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكن فري دليفري. شا
شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسه أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق. هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان. فري ديليفري، اتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. تراستيكين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس 39 دولار، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شيء منه قادر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها دوم تحرك لفوق ولتحت. تالتاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أسهل بكتير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة الأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا يلموا العصا. اتصلوا ببستلر على 01 44 55 55 واحصلوا على تراستي كين بس ب 39 دولار فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV. Thank you.